السلام عليكم اخوان، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشتكم مبروكه، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوري لكم فين وصلت في الخدمه. هادشي كل نهار وكاي زيان. وقبل ما نبداو هذا الفيديو بغيت نشكر كاع الناس اللي سولوا فيا نهار العيد، ونطلب السماحه من الناس اللي ما سولتش فيهم واللي ما جاوبتهمش، حيت كثروا عليا بزاف ديال الميساجات وكنت كنصور الفيديو اللي بارطاجيت معكم. داكشي باش ما جاوبش بزاف ديال الناس وما جاوبتش بزاف ديال الناس، سمحوا لي الاخوان. وشكرا على الناس اللي سولوا فيا، وعواشركم مبروكه مره اخرى. وخليكم دابا نوري لكم فين وصلت الخدمه، وكنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. المهم يلا خليكم. Thank you.
ديال الحيوط راني سانيتو ما يموجتهم الغدا نحكوهم ونلصق هنا الطابيته. وهنا راني كملت السباغة من بعد ما حكيت لهم دوك الحيوطة ولصق الطابيت ما مجتهدش الى غدا ان شاء الله غادي نسبق ديك البيت. خدمت شوية انا في الدروج كيف ما كتلاحظوا مثلا نسد هاد شي كامل وخصني ندوز لندوي الدروج كامل السقف والحيوطة كامل. المهم واخا تشوفو راني درت شي حاجة انا ولكن مازال غادي ندوز كامل وغادي نحكو الدروج كامل وغادي نسبوك. دابا غادي ننزلو للجردة نوري لكم البراد اللي جابو هادو حيت شفت ليهم اتاي والنعناع مع وريت ليهم داك الفيديو ديال الطاجين وعجبهم بزاف قالوا لي ضروري خصنا نعدلو اتاي. المهم نشوفو واش غنعدلو اتاي دابا ولا غدا. المهم الا بغاو نعدلو اتاي دابا غادي نعدلو اتاي سيما مرة اخرى ان شاء الله. والا بغاو المهم يبانو في الفيديو راه غادي نصورهم وغادي نبارطاجيهم معاكم سينو لا ديما ندير ليكم. شو هذا هذه اليوم العشرين نصور لكم العشاء ديال النهار وكنت غدير فيه هذا كنت غدير لي هجمه مرتده